اهلا بكم في المحاضره الرابعه من محاضرات تعليم برنامج الوورد 2013. هنفتح برنامج الوورد من على الديسكتوب من على سطح المكتب او ستارت بروجرام اول بروجرامز مايكروسوفت اوفيس ومنها مايكروسوفت وورد. نفتح الوورد ونختار بلانك دوكيمنت ونبتدي نفتح الفايل بتاعنا اللي هي فايل اوبن فايل اوبن ونختار كمبيوتر دبل كليك يفتح البوكس بتاع الكمبيوتر. نختار انا عندي هنا شايلها في الاي وشايل الملف الاول هنا كده اختار الملف الاول دبل كليك او الملف الاول. في المحاضرة اللي فاتت كنا عملنا الجدول ده شكل الورقة اللي احنا عملناها ده كده شكل الورقة واتفقنا ان الجدول عملناه من قائمة انسيرت. النهاردة كمان هناخد حاجة جديدة، هنعمل صورة مع بعض. انا هقف هنا دوس انتر كده انزل المؤشر كده تحت شوية، ده المؤشر بتاعي انا نفسي بس اخليه مش مايل. نرجع قائمة انسيرت وهنختار انسيرت بيكتشر. انسيرت بيكتشر يعني ادخال صورة جوه الملف، هندوس بيكتشر كده. وفي الكمبيوتر بتاعنا برضو هيطلع لي السي والدي والاي والاف المكان اللي انا ببقى حاطط فيه صور، ادور على مكان فيه صور. نختار نفتح صورة. وبعد ما نفتح صورة تجيلنا هنا، يبقى كده اخترنا صورة من الكمبيوتر انسيرت بيكتشر. لو وقفت عملت كليك على الصورة كده الاقي على اليمين فوق علامة اللي عليها كيرف او عليها منحنى كده، منحنى محدب كده هو ده، بدوس عليها كليك وابص في اللي طلعوا. هختار لو وقفت على كل حاجه دي هنا سكوير تايت ثرو، هنختار اخر واحده من تحت في اليمين اللي هي مكتوب عليها ان فرونت اوف تكست. ان فرونت اوف تكست يعني صوره تبقى قدام النص، يعني ممكن ابقى كاتب كلام واحط فوق الصوره او احط صوره جنبه في اي مكان، يعني مكان الصوره ما ياثرش على النص. فهدوس كده عليها كليك كده يبقى كده الصوره بقت امام النص. ارجع نبتدي نتفرج على الصورة. الصورة بتبقى عبارة عن مستطيل، والمستطيل دوت فيه 8 مربعات صغيرة، مربع هنا على اليمين من فوق، مربع من فوق بس في النص، مربع على الشمال من فوق، مربع على الشمال في النص، ومربع على اليمين في النص، و3 مربعات تحت يمين تحت في النص تحت شمال. المربعات دي بنعمل بيها ايه؟ لو وقفت عند اي مربع بالماوس شكل الماوس يتغير. لو انا دوست كليك يبقى انا مسكت الصورة من الحتة دي كده، يعني لو انا جيت على اليمين اللي فوق ودوست كده يبقى انا ماسك الصورة من الحتة دي. ادوس كليك واخش جوه الصورة كده هلاحظ ان الصورة بتصغر، الصورة بتصغر بقت صورة كده حجمها صغير خالص. لو انا عايز اكبرها تاني برضو هقف هنا واكبر شوية. دي كده الصورة. لما بقف على بالماوس جوه الصورة، الماوس في الصفحة بيبقى حرفه شكل اي، لكن جوه الصورة بيبقى كأنه صليب صغير كده وسهم. لو انا دوست كليك وعلقت كليك شمال كده، انا داس على كليك شمال وفاضل دايس وبحرك الماوس وانا دايس، هلاقي ان الصورة بتتحرك، ودي حاجة عملية اسمها موفينج للصورة، تحريك للصورة. انا مازلت دايس كليك شمال وفاضل دايس على الماوس وانا بحرك، يعني انا مش جوست كليك شمال وسبت صباعي، لا انا لسه دايس بحرك الصوره في اي مكان. اخلي الصفحه باينه بالنسبه لي، ده كان الجدول. واحط الصوره ديت ممكن احطها حتى فوق الجدول اهي، وممكن احطها فوق الكلام لان انا عاملها ان فرونت اوف تكست يعني امام النص، فالصوره ممكن تتحط في اي مكان. لو انا عايز اخليها صوره على الجنب هنا، طب انا محتاج اصغرها عشان تبقى كده، اجي في من تحت المربع اللي من تحت على اليمين احط الماوس يتحرك شكل الماوس يبقى بالمنظر دوت، ادوس كليك واقعد اخش جوه الصوره كده لغايه المقاس اللي انا عايزه للصوره كده. لو انا وقفت على الصوره يبان الصليب بتاع التحريك دوت واحط الصوره مطرح ما انا عايز، يبقى انا كده عملت ادراج صوره. يبقى من قائمه انسيرت عملت انسيرت وبيكتشر، يبقى insert picture. كده انا عملت صورة جوه الصفحة. ادوس كليك هنا تاني في اخر الصفحة كده زي ما انا كنت عامل كده، او كليك هنا
وابتدي اعمل من قائمة insert. هنعمل عملية تانية، هنعمل insert shape. insert shape يعني بدل insert picture، picture يعني صورة من الصور المحفوظة جوه الجهاز، لكن insert shape هيبقى من الأشكال موجودة في برنامج الوورد. يعني insert picture إدراك صورة أو إدخال صورة، دي صور لازم أكون شايلها جوه الجهاز، لكن هنا ممكن أقول insert picture. لو جينا خدنا مثلا أي منظر من دولت، ليكن مثلا أنا هاخد المنظر اللي هو دوت، المنظر ده، وهقوم رسمه، هيبان لي علامة زائد كده، وأدوس كليك شمال وأفضل دايس وأسحب الماوس كده، يبقى كده عملنا الشكل دوت. المنظر ده لو أنا دوست هنا برضو واخترت أمام النص، خلف in front of text، آخر حاجة على اليمين من تحت، لو كده يبقى ده بيتحط أمام النص، فكده غير الصورة، أنا كده بحط ده أمام النص فمش هينفع معايا. فلو أنا جيت دوست تاني كده على العلامة ديت وعملت اللي جنبها دي، اللي هي أنا عندي 6 أيقونات، أنا بختار اللي هي كنت بختارت في الصورة، مخترت ديت اللي هي تحت يمين، لا أنا اخترت تحت بس في النص، ودوست كده بقى العلامة ديت أمام النص. كده قدرت أعمل العنوان بتاعي كأنه كده عامل له حاجة كده حطه في برواز. ال8 مربعات برضو بتوعي موجودين هنا، لو أنا عايز أصغر ديت، لو اخترنا المربع العلوي في النص كده وعملنا كده، يبقى أنا ضيقت بالصليب دوت، أحركها لفوق شوية يبقى كده، ودي أصغرها سنة، يبقى أنا كده أهمية التكنولوجيا في حياة الإنسان. أدوس كليك في أي واحد حتة، يبقى أنا كده عملت شكل ده. منساش أعمل كنترول إس، منساش أعمل كنترول إس عشان أحفظ اللي أنا عملته. كده أنا زودت على الورقة بتاعتي صورة، وزودت علامة كده، زودت إدراج شيب أو إنسرت شيب. تعال نعمل تاني انسرت شيب تاني، ندرب عليها مرة تانية. ادوس على انسرت واختار شيب، واختار المرة دي شيب شكله كده، نقول شكله زي ما هنختار حسب ما يريحنا. انا هختار الشيب اللي هو بالشكل ده، واقوم عامله ده بند العلامة الزائد ديت، ادوس هنا على كلمة التكنولوجيا وعملت كده. طبعا هي معمولة امام النص، انا عايز اخليها خلف النص، ادوس على العلامة ديت زي ما اتفقنا من تحت اللي في النص، واقول خلف النص، يبقى كده كلمة التكنولوجيا بقت. يبقى ده بقى شكل الورقة بتاعتي. نفسي التمرين لغاية هنا، هنعمل كنترول اس، يبقى التمرين لغاية هنا احنا كده خلصنا. النهاردة عملنا ادراج صورة يعني انسرت بيكتشر، وعملنا كمان انسرت شيب، وفي المحاضرة اللي فاتت كنا عملنا انسرت تيبل. كده خدنا أجزاء كبيرة من قائمة إنسيرت، عملت لي في الورقة منظر جميل أوي. كده كده ده بقى شكل الورقة، وبنقول كنترول إس كنترول إس عشان نوصل لأن إحنا حفظنا الكلام جوه الكمبيوتر. كده بقى في البرنامج الوورد، بشكركم لحسن استماعكم. نفسي نعمل لايك وشير وسبسكرايب، ونفسي أكبر قدر من الناس يستفاد بالمحاضرات اللي احنا بنقدمها. شكرا.